فيديو جديد وهنشرح النهارده كوردات للملحن العالمي تامر علي واغنيه ما قصرتش زمان 2021. زي ما انت شفت كده كوردات الاغنيه هم 5 كوردات بيتعادوا بطريقه معينه. هي اغنيه مميزه وتحيه كبيره جدا للملحن تامر علي. معانا كوردات الجي ماينر، جي ماينر الفريت الثالث، معانا كورد الاف ميجر او الفريت بار، معانا كورد الدي ماينر، معانا كورد الاي فلات 7 من غير السبعات، واحيانا في النص بيتلعب مش 7 بيتلعب ميجر بس نزل السبعات التالت. طيب الدايره الاولى كوبليه بيقول ايه؟ جي ماينر اف دي ماينر، بعدين اي بي مول 7 اي فلات 7 والجي ماينر، هذه الاف ميجور دي ماينر، يروح على الاي فلات 7 اف جي ماينر. السينيو بيقول ايه؟ ثاني 4 كوردات، الدي ميجور
بيروح بعدها على الجي ماينر، ينزل هنا على الاي فلات ميجور مش 7، هننزل السبعة التالت. تمام، وبعدها البي فلات ميجور. تمام، ده الثاني. طبعا الكوبليه الاول هو الكوردات برضو، بعد الثاني والكوبليه الثاني هو الكوردات. دي كده كل كوردات الاغنية. الايد اليمين الريتم بتاعها برضو سهل، داون اب اس اب داون داون اب اس اب داون اب، ده الريتم اللي ماشي طول الاغنية. شاروا الفيديو ده على اكونت عندكم على الفيسبوك، واعملوا سبسكرايب للقناة واستنوا كل جديد.